مساك شباب، معك احمد او دستروير، واليوم جايب لكم الحلقه الثانيه من تختيم ردد ريدمشن. في الحلقه الاولى يعني اللي بيختلف عن الحلقه ذي انه هذا وش قاعد يحس فيه مشيت مايكل جاكسون، مش تحس فيه الشايب قاعد يفحط في المكان الله يقلع. المهم ايوه باقي طيب، ففي الحلقة الثانية هذه بيكون في اختلاف بسيط انه اي كاتسين بيجي ما بتكلم خلال الكاتسين، وهذا باقي قاعد يمشي مشية مايكل جاكسون فما بتكلم خلال الكاتسين، وبعد الكاتسين بشرح لكم ايش صار او باختصر لكم يعني ايش صار في الكاتسين. يب ننتظر نشوف وش صار في الكاتسين ذا او ايش بيصير. فيب يلا. Oh, Mr. Marston. How are you doing today? I'm well, Miss McFarlane. Thank you. How are you? Well, I'm fine. Thank you. So, how are your ribs? Fine. A little sore, but apart from a couple extra scars, it'll be as nothing happened. Good. Come in, come in. You know, you never did tell me how you met that Bill Williamson or what you wanted from him. No, miss, I did not. Well, why not, if you don't mind me asking? I certainly don't mind you asking if you don't mind me not telling. See, it's a complicated and somewhat pathetic tale, and by telling you, not only would I be putting your life in danger, but also threatening the lives of some people that I hold very dear. Well, I apologize if I seem to be prying. And I apologize for my reticence. Hope you believe me when I say that it's simply out of respect for you. Of course, Mr. Marston. I understand that a city dweller such as yourself likes to have some exotic secrets so us country folk are impressed. I'm no city man, miss. Yeah, but I saw you get on the train at Blackwater. You with those gentlemen in bowler hats? I'm still no city man. But I bet you can't ride, Mr. Marston. I hate to take money from a lady, miss. Oh, you won't be. I'll race you right now. If it makes you happy. We'll see. مختصر الكاتسين اللي صار تو انه هذه تلقفت اسمها بوني، ذي تلقفت على خوينا جون مارستن، قالت له وش سالفتك مع بيل ويليامسون اللي هو طلق علينا في الحلقة الأولى. قالت له وش سالفتك معاه، يعني متضارب وش سالفتك معاه وكذا. قالها ما بقول لك عشان بعرض حياتك للخطر وحياة معظم الناس ومدري ايش والحركات ذي. تحدته وقالت حنا اهل القريه ما نهتم في السواليف حقتكم ذي اصلا عادي، يعني زي اللي يقول اصلا عادي بس لا انا مو باهل، مو بحق مدينه يعني مو من اهل المدينه. فقال لا لا اتحداك تصير او اتحداك شو اسمه تسوق الحصان ذا وما ادري ايش وكذا او تسابقني في الحصان مو بتسوق الحصان وبس. فيب صار عندنا تحدي او تحدتنا ذي، ان شاء الله ما نخسر يعني. يب انه الحصان حقي ذا ما يذبني مع راسه ذا. لا 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 ايوه اللفه 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 طيب 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 وش احس فيه ذا؟ هاي هاي اخر اخر تحذير على ابو كلب ذي. طيب طيب انا ذي الحين بس بملي استامنا وعطه سبيد عطه كمون والله كمان بقوة. طيب نهدي شوية عشان نعطي أمه سبيد زي كذا. لا 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 ايش اللفة لأبو كلب ذي. طيب يلا واو جسر ما احنا ناقصين يطيح تحت ذي الحين. نعطي أمه سبيد الحين. عندينا هذه سبقتنا كيف، مشكلة كنا تو متقدمين بس طرق انا ما اعرف الطرق هنا. يا حبيبي شطح على ابو كلب ذي دس قدام كذا على الفاضي. ايوه 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 واو 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 يلا امشي ابليسك تعب ليل. ايش الحصان على ابو كلب ذا؟ حصان يرفع الضغط. طيب وبعدين درينا انك تعرف تنقز، هذه سبقتنا وخلصت وانت باقي
هنا ما قابل بليسك، بس يلا تحرك. اديله سبيد، اديله سبيد، يلا يلا يا اخي. مشكلة احصن هنا انواع، يعني ان طلع لك حصان ابو كلب زي ذا يلا عاد الله يعينك. ام سبيد يلا. نجيبه ولا ما نجيبه؟ نجيبه ولا ما نجيبه؟ نجيبه نجيبه. عدي عدي شوية، هذي بأمنا ذا الحصان لها بذ الحين، انه لو خلص استامنا كذا بتلقاه يوقف كذا ويقول لك انزل انزل. لا 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 لا، وصلت القرية. لا يا شيخ، هتقول لي خسرنا من اول مرحلة كذا ويسباق مشكلة. يا شيخ خسرنا. يلا عاد شكل المرحلة ذي ما يقولون شيء اذا خسرنا حتى. ايوه بس مو مشكلة، شكله هو اصلا يعني يعني المرحلة مصنوع انه وش اسمه البتاع ذا يفوز، او البتاع ذي تفوز. يب هذا ذا الحين قالت لنا نروح للمارشل. اوه متكع الجدار الداشر ايش فيه. يلا اوكي، قالت لنا نروح للمارشل وفي مرحلة هنا، فما ادري ممكن اخذ المرحلة ذي وممكن اروح لمرحلة المارشل. دقيقة بس خلينا نفتح الماب عشان في مرحلة المارشل. مارشل هنا في ارماديلو، فيب خلينا نروح لذي اول شيء قبل عشان يعني ممكن بدام انه اقرب يعني. This is Armadillo, you say. Ah, Mr. Marston, how are you? How are you? I'm well. Would you mind riding with me to Armadillo? I've got to get some supplies and I could do with the company. Of course. You can take the reins. It wouldn't do for a terrifying bounty hunter such as yourself to be seen driven around by a woman. Hop on up, Mr. Marston. يقول لنا تبي توصيل الأرماديلو. طيب لازم الناحية الثانية يعني، فقلنا تبي توصيل الأرماديلو اللي هي المكان اللي تو كنا بنروح له بال عشان نقابل المارشال ذا. فا يب دام انها بتروح للأرماديلو احنا برضو رايحين أرماديلو، ودام انها برضو نسوق السيارة ذي احسن، او العربة الكبيرة ذي، او العربة الابو كلبية. اوه اسلم. بغي ينقلبون أرماديلو. يا اخي اللي يعجبني في العاب روك ستار انهم كذا وانت ماشي عادي كذا يسولفون كاتسين كذا على ماشي. ايوه يا اخي مشكله سواليف بايخه معليش، يعني السواليف ذي يقول لك هل عندك امل؟ لا ما عندي امل والله، عندي فلاح. لا يا شيخ. طيب بيب بيب وخر صديق وخر، احنا سير التريلا، هذا التريلا حقتهم يعني في العصر القديم. اوكي قسم بلا سواليف وما ابو كلب. تحس كذا كلهم هايطية يتكلمون مع خشوم، عرفت يعني ما يتكلمون كذا سواليف عدلة. وهذه أرماديلو تشوفونها البعيدة دي. طيب طيب يصير خير، طقطق علينا. طيب قاعد تقول انه شو اسمه انه من المضحك ان اراك قتيلا او مرمي جثتك كذا على في الشارع، وذي الحين قاعد توديني او قاعد يعني توديني الارمديلو وما ادري ايش، انه من المضحك. وقالت بعدها انها بداية غريبة لصداقة عجيبة، فقال لم ادرك اننا اصدقاء. وايش ذا يعني دورية هذول وخروا. اسلم اسلم. لا 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 تقتلني. روح مزعله كذا كل ذا عشان دفيت واحد طيحت مع الحصان حق ابو كلب. يلا يا رجال بس وقف 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 وقف. سوبر ماركت هنا. ايوه ارماديلو.
but it does okay for us. Most important thing for you right now is getting yourself into Dr. Johnson's office to purchase some medicine. The first one's on me. Thank you, miss. I'll pay you back. I'm sure you shall. The doc's a good fellow. He saved your life, so be polite to him. Meet me in front of the general store when you're done. اوكي رجعنا لكم. تقول انه ذا الحين هذا محل ذا يبيع ادويه وحركات كويسه، وتقول انه بعد ما خل اول دواء على حسابها، فيلا خلنا نشتري على حسابها. كويس دكتور ذا دكتور. بشتري يا طيب. تو اكسبنسيف. يلا هذا على حسابها ميديسن. شو انكتباكو هذا اللي اظن اللي يبطئ الوقت، ما ادري ممكن. فيب نشتري ميديسن. اشترينا ميديسن. طيب توك تو باني. يلا نروح نكلم باني. ميديسن اند اذر مدري شو اسمه نيور سكاتشو. طيب يقول انه الميديسن يتخزن هنا، واول ما اضغط اكس عليه يرجع الهيلث حقي، فشي كويس. اجي بس انا بشوف حركة كذا. اصبر. ايوه شغالة اللي حركة سلو موشن، فشي كويس. To be able to enjoy the view for once, and the little company never hurts now and again. You're more than welcome, miss. Least I can do. Thank you for the medicine. Why don't you have a look around Armadillo? You can always take a stagecoach back to the ranch later. I might just do that. Travel safely, miss. Try not to get yourself shot. I won't be around to save you this time. Real people. تقول انه نشكرك على التوصيله الكويسه، وانه ذا الحين بنستمتع بارماديلو. يمدينا نلفلف على ارماديلو، وهذا المكان هو التاكسي حقنا اللي هو ذا ال وينه ازد. انه في تو كذا جاب لنا حصان، هو الحصان ذا هو اللي بيوصلنا يعني اي مكان، يعني لانه ممنوع ان احنا نسرق احصان، يعني ما هي برد الزومبي ذي. فدام اننا هنا خلنا نروح شو اسمه ذا للكابتن الظريف ذا، ويقول طبعا اللي هو دقيقة اصبروا خلنا نفتح الماب. نفتح الماب عشان في بيت هنا، اظن انه عطاني بيت هنا. دقيقة اصبروا. يقول انه علامة البيت هذه في البيت الازرق هذا، يقول انه مكان تقدر تشتري فيه او تقدر تشتريه وتسيف فيه، يعني يصير زي بيتك ويصير زي تشيك بوينت حقك، يعني تسيف فيه اول ما تطلع من اللعبه وترجع ترجع في نفس المكان ذا. فكويس يلا خلينا نبدا المرحله الكويسه مع المارشل او المارشال حقنا. يلا. اكسكيوز مي. هاي هاي يو جوت ا فيزيتور. شات اب يو. Now, what you want? My name's John Marston. You wanted to speak to me. I did? Apparently so. Why? I guess because we're both in the business of the law. You that fella from the train company? No, I'm from Fort Mercer. Fort Mercer? You them, one of them Williamson boys. Calm down. Go on, shoot him, mister. Shoot him. Come what? You getting cute with me, boy? What's going on here? I got me one of them Williamson boys. I got me one of them idiots who give marshals a bad name. Jonah, put your gun down. You must be the man from Blackwater. Yes, sir. Listen, that dog ain't too bright, but he seems loyal. Jonah, get out of here for a minute. Yes, sir, Mr. Johnson, sir. And you. Oh, I done seen enough of your hide around here, friend. I think there's some school children down the way you can go and frighten. Oh, hardy fucking whore, dickhead. What are you doing here, Mr. Marston? Apart from frightening my deputies.
I'm here to capture or kill Bill Williamson. Okay. Can you help me? He's outside my jurisdiction. He's in the next county. Of course, Bill Williamson and his boys have tended to keep themselves away from my town. So you're happy to have him out there? Well, I ain't happy, but I also ain't suicidal. My job is to keep this town safe, not clean up all of these three counties. It's hard enough around here. You know, I hear you speak, and suddenly I'm reminded of how some of the people I respected most in my life had a problem with authority. What's wrong with you? Well, I'm sure you and your fine friends have enjoyed spending your time running around pursuing noble causes. My cause is to keep this town from turning into a living hell for the folks who live here. Whole world has problems, mister, and I'm here doing what I can. Why? What's happening? Right now? I got the railway, the people who pay my salary, trying to get me to turn a blind eye to them burning down settlements up there. I got a bunch of cattle rustlers out near Box Canyon needs shutting down. Not forgetting the gang that keeps murdering homesteaders out in the backcountry. And I got a bunch of hoods over in the saloon, drunk, threatening to shoot up the whole town. That's all I got today. But it's early yet. Give me a couple more days. There'll be more. All right. Tell you what. Let's go deal with them hoods in the saloon. Then we'll discuss Williamson. Okay, boy. You're a persistent little cuss, ain't you? Only when things matter. Okay, لما صار ايش صارته انه اخويانا او خوينا جون مارستون جاي يدور على بيل ويليامسون ذا عشان يقتله او يطارده او يسوي له كابتشر او يقفطه او ايا كان. ف طبعا خوينا شو اسمه الاخ الظريف هذا قال له انه جنبي عادي يروح اقتله وش تبه. قال له هل انت فرحان يعني انه جنبك وكذا برا مدينتك او برا ارماديلو يعني؟ قال له لا ماني فرحان بس برضو انا ماني انتحاري يعني ماني برايح اقتل نفسي. فقال له خلاص قاعد يسالفون كذا ويبربرون. قالوا انا وظيفتي اني احمي المدينه دي واهتم فيها وما ادري ايش وكذا. وبرضو قال انه في بعض الناس المشاغبين في اللي هو في السالون ذا او اللي هو المكان ذا البتاع ذا. ف قال له جون مارستون شوف خلني اخلصك من اللي في المدينه حقتك وبعدين تعال نتفاهم مع بيلي ويليامسون ذا. فيب يلا يلا يا كابتن عطنا الحصان حقي. ايه تيل والتون دونت كيل والتون يعني ذي الحين طارد الاخ الظريف ذا بس برضو ما نقتله ذي حاليا يعني ما عندنا اوامر ان احنا نقتله ممكن نقتله في المستقبل. فا اي زي ما قلت لكم خوينا اتفق على انه يعني ما يقتلون ال او ما يعني ما يدرون على ويليامسون ذا الا بعد ما يخلصون من ال في المدينة. احا شو ذا الحصان شطف. ايوه ايوه لا لا ما اتفقنا. ايه وين رايحين انتم؟ طيب طيب نشق برح نشق برح ليش لا؟ بس الله يستر ما نطيح بحفرة كذا ولا شيء احنا ناقصين. لا 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 هدي هدي شوية يا الحصان لا تهوى. اوكي استوب لنوقف. ايوه غريبة غريبة يعني انا قدامك فجأة كذا انا وراك يعني ما شاء الله يعني عادي. ايوه حبيبي ايش ذا الذقن يا ابوي عادي واحد اندس جوا الذقن ذا. اوكي لاست اكشن. طيب ابشر ابشر
عطه دمج امي كذا. عشق عشق عشق. اعتذر عن الجوال. اوكي دقيقة بس اسكت. طيب انا دقيقة بس بسكت الجوال لابو كلب ذا عشان لا يبثر امي وبس. يلا اوكي احنا لازم ناخذ كفر كذا. يلا وين وين عطه شنب شنب تيك ذا ما ادري وش اسمه. ايه اهدى اهدى ايوه كامون عطه. واو في واحد بعيد عطه. هذه الاسلحه ولا بلاش. اسلم اسلم اسلم. هذا خويي. ايه اسمعوا اني افتش الجثث. تعال ابى افتش جثتك. لوت بدي سريع. شكرا على الفلوس. يلا فينك فين الاخ الظريف اللي هنا. ايوه عط. احس جا صداع من الطلقه ذي لان يعني اصلا بقي راس عشان نقول صداع. تكمل لايف كابتشر. اوه يعني اطلق على رجوله. طيب 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 فين هو اصلا؟ اها تعال 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 تعال. ايوه اوه اعطيته واحده في البتاع. اوكي هذا باقي عايش. اي كويس حسيتها مات. انا ما بكون شرطي يا كابتن مارشل. انا بكون انسان يعني ادور مصالحي وبس. ما طقيت لك خبر يعني عرفت. فيلا مستر مارشل مع السلامه. انقلع عشان ما ابغى اشوف وجهك مره ثانيه لان مهمتك كلها نكبه وطويله. فيب ايش في ثاني يكفي اظن كذا يكفي الحلقه دي. هو يكفي يعني وصلنا 22 دقيقة وما يعادلها. شكرا على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.